السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة ابن مصر. النهاردة هوريكم فيديو اشترينا فيه عصفور. طبعا احنا عارفين ان الانتاية دي كان معاها ذكر الأزرق، بس الذكر الأزرق كان صغير على الانتاية، والانتاية محتاجة ذكر كبير، فلسه جايبين الذكر. الذكر هوريكم هو بيعمل علبة، هو الذكر زي ما انتوا شايفينه جوه اهو، وذكر كبير وحجمه كبير، والذكر لونه ازرق والانتاية لونها ابيض زي ما احنا عارفين. زي ما احنا شايفين العلبة متغلفة كويس من جميع النواحي، وفي فتحة. طبعا العصفور زي ما احنا شايفين قاعد يخرفش جوه، العصفور عايز يخرج من العلبة. وفي هنا باب، بنفتح الباب دوت عشان نعمل فيلم على العصفور. اهو الباب مفتوح، احنا هنشيل الشريط اللاصق بس اللي محطوط ونرميه، والعصفور بقاله كتير في الكرتونة فالعصفور خلاص. الشريط التاني والقفص بتاع العصفور اهو، هنفتح ونحطه. انا رفعت القفص شوية عشان ما كانش باين، زي ما انا قلت لكم بنشيل الشريط اللي انا وريته لكم. وفي باب هنا مكانه متحدد، هنقلب كده بالراحة عشان العصفور. الذكر اللي احنا جبناه هوريكم دلوقتي هو كان عايز يخرج. هفتح القفص واحطه قدامكم. فتحنا له الباب، نفتح الباب التاني. نفتح الباب التاني كده كويس، ونخبط على الدنيا كده. اهو خارج اهو، والذكر مش عارفين نخرجه، بس هنفك الشريط اللزق اللي فوق برضو. هو ملزوق ازاي؟ اهو اتفكناه، فك كله. هدخل الذكر القفص، خرج من القفص اهو. ندخلنا الذكر، الذكر طري دلوقتي. هو ده الذكر زي ما احنا شايفينه، الذكر كبير ولايق على الانتاية زي ما احنا شايفين. نعرف اللي هو ذكر من بوزه، بوز الذكر بيبقى لونه ازرق، فتعرف اللي هو ذكر. زي ما احنا شايفين بوز الذكر ازرق وبوز الانتاية ابيض، هيبقى كده دول جوز ذكر وانتاية. والذكر دوت كبير مش صغير، التاني كان صغير فما كانش هينفع للعصفورة ديت، عشان العصفورة ديت كبيرة، والعصفورة ديت محتاجة ذكر عشان البيض بتاع العصفورة ما يبوظش.
الذكر أزرق زي ما احنا شايفين أزرق، وجناح الذكر مخطط أسود في أبيض. اهو ده جناح الذكر مخطط أزرق في أبيض، وديل الذكر من تحت أزرق، ودي المسقة بتاعت العصفور هنملاها له عشان ما فيش قدامه ميه. مالت له المسقة بتاعتهم اهي زي ما احنا شايفين مليانة ميه، هنحطها لهم في المكان اللي احنا بنحطهم فيه. طبعا الذكر طال كتير، فزي ما احنا شايفين الذكر الوقت قاعد ينهج، وطبعا احنا مليين له المأكل. هوريكم برضو المأكل هو مليان اهو، مأكل عصفور مليان الأكل بتاعهم. مش شرط نملى الأكل لما الآخر عشان العصافير بتكبه وما بتاكلوش، لا نملاه كده بالظبط بنفس الكمية ديت في المأكل، عشان العصفور بيقف على الجنب بتاع المأكل، فعشان ما يوقعش الأكل بتاعه على الأرض، فالأكل بتاع العصفور بيعمل عليه فضلات، فالأكل بيقوم يبوظ. وهو الغطا بتاعهم نضيف، بس هو الانتاية بقالها يوم واحد في القفص بس. كل اللي تحت في العلبة دوت دول القشور من بتاعة الأكل، هنكبها بس وهرجع لكم تاني. وغسلت لهم الغطا بتاعهم، هنركبه العصافير تاني. زي ما قلت لكم احنا كل مرة بننظف القفص للعصافير، عشان اوريكم القفص بتنظف ازاي، عشان اهم حاجة عند العصافير هي النظافة. زي ما قلت لكم اهم حاجة لازم يبقى قفص العصافير نظيف، عشان العصفور ما يحصلوش اي امراض او ميكروبات تيجي للعصفور. طب عايزين نعرف انواعهم ايه؟ انواع الطيور دي، ده ذكر استرالي، لون العين بتاعت الذكر عين عادية مش عين حمراء ولا عين ألبينو، والإنتاء برضو أسترالي، بس الذكر من ألوان الغوامق، والإنتاء من ألوان الفواتح، من الألوان اللي هي الفاتحة، والذكر من الألوان اللي هي الغامق، عشان الإنتاء زي ما احنا شايفين لونها أبيض والذكر لون أزرق. الذكر طبعا لونه غامق والإنتاء لونها فاتح زي ما احنا شايفين. برضو الذكر بيخاف مش بيعض قوي، فممكن ندرب الذكر دول، عشان الذكر دول ندربه ونبقى نمسكه قدامكم على طول، ما يبقاش الذكر خايف مننا. رأيكم في ألوان العصافير الجوز دول، ألوانهم حلوة مع بعض ولا ألوانهم مش متوافقة مع بعض؟ أنا شايف إن الذكر لون أزرق والإنتاج لون أبيض، اللونين لاقين على بعض جدا، ممكن يطلعوا عصافير لونها ازرق بس فيها خطوط بيضاء مكان الخطوط السوداء دي، او ممكن عصافير بيضاء بس مكان النقط السوداء اللي في الانتا يبقى مكانها نقط زرقاء، او ممكن يطلعوا الوان خضراء او الوان فاتحه، وهيطلعوا الوان حلوه جدا لو بيضوا، لما يبيضوا هيطلعوا الوان حلوه جدا. وزي ما احنا شايفين الذكر لونه ازرق، وديل في الاخر لون مختلف عن جسم العصفور. وطبعا زي ما احنا شايفين ديل العصفور طويل، وصحة العصفور كويسة، ده احسن حاجة اتلقتها في السوق، كانت العصفور كلها عند الراجل بتاع العصفور، كانت العصفور كلها عنده مريضة او في عصفور مش كويسة، فدوت كان افضل عصفور عنده، صحته كانت احسن عصفور كان عنده هناك، فدوت العصفور اللي انا اخترته، وكمان لونه كويس ولونه حلو جدا، واللون دوت انا كنت محتاجه عشان الانتاج دي، كانت محتاجه ذكر ما كانش في ذكر للانتاج دي، فجبت لها انتاج، فجبت لها ذكر عشان ان العصفور دول يتجوزوا، ونشوف الالوان اللي هيطلعها لنا الوان عامله ازاي.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم في كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات ألوان العصافير حلوة ولا لأ، واكتبوا لنا اللي انتوا عايزينه عن العصافير أو المعلومات اللي انتوا عايزينها عن العصافير، وعايز أجيب لكم أنواع كتيرة العصافير بتاكلها، وفي ديدان العصافير بتاكلها دي مفيدة جدا للعصافير، وبتقوي المناعة، هبقى أجيبها وأوريها لكم وأوريكم احنا بنحطها للعصافير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.